اللي نفسك؟ الاستاذ الدكتور طارق الزغاوي، استاذ امراض القلب كليه طب اسكندريه ونائب رئيس مؤتمر كارديوكس. اهلا بحضرتك يا دكتور. كنا عايزين نعرف من حضرتك طرق العلاج من جلطات القلب. يعني احنا اهم قبل ما تيجي العلاج لازم بنشخص الحاله. مع تشخيص الحاله احنا عندنا جلطات القلب نوعين، في نوع جلطه يسد الشريان كامله، وفي نوع من الجلطه يسد الشريان غير كامل يسد الشريان. فعلى حسب نوع الجلطه هيبقى نوع العلاج. احنا طبعا عندنا انواع علاج لقشور الشريان التاجي، يا اما العلاج الدوائي، يا اما العلاج التدخل عن طريق القسطرة وتركيب الدعامات، او علاج عن طريق عمليات القلب المفروض. فلو عيان جه جلطه حاده ناتجه عن ازدياد كلي للشريان، في هذه الحاله اهم شيء في العلاج له ان هو قسطرة وشفط الجلطه وتركيب دعامات. لو هذا المريض راح لمستشفى ما فيهاش امكانيه حدوث قسطرة، امكانيه قسطرة، يبقى في هذه الحاله وفي تاخر ان هو يتنقل لمستشفى اخرى، يبقى ياخد في ادويه مذيبات للجلطه، ياخد ادويه مذيبه للجلطه، وبعد ما ياخد ادويه مذيبه للجلطه نقدر بعد كده يتنقل الى مستشفى مجهزه باوضه قسطرة وتركيب دعامات. فيبقى نمره واحد في العلاج هو بالنسبه للجلطه هو القسطرة، ومن خلال القسطرة يتم شفط الجلطه وتركيب دعامه معالجه دوائيه. طبعا مع الادويه مع دي المريض بياخد ادويه لاذابه الجلطات، بياخد ادويه ضد تجلط الصفائح الدمويه، والمفروض اللي بيركب معانا بيمشي على علاج دوائي، دي اهمهم مثلا الاسبرين مع بعض ادويه اخرى. وفي ادويه حديثه دلوقتي ان هي تمنع حدوث جلطات للشريان التاجي. لو حاله المريض لا تسمح بالصرع والشريان في معظمها كلها تعبان، في هذه الحاله ممكن نرجع الى العلاج الجراحي، والعلاج الجراحي عن طريق توصيل الشريان. لو الحاله مستقره والعيان عنده قصور بس في الشريان التاجي ومفيش انسداد كلي، الشرايين حالتها مفيش ضيق شديد، ده بنكمل معاه بالعلاج الدوائي. ميرسي جدا يا دكتور، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي.